السلام عليكم متابعي قناتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى دائما انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غيكون واحد الفيديو اللي بالنسبه لي مميز وطلبتوني عليه بزاف بزاف. اول حاجه غتكون فيه واحد الجوله في ديكاتلون، غنوريكم الجديد اللي فيها. خديت منا دي سيرفيت، هما هادو اللي كتشوفوا معايا، ندير لكم يعني جوله تشوفوا يعني تاخذوا واحد الفكره على الحويجات اللي كاينين فيها دابا. وايضا غتكون واحد الجوله في مينيسو، غنوريكم واحد الارتيكل في مينيسو، غنوريكم شي حاجه في ديكاتلون، وغنوريكم ايضا دي برودوي البشره الحساسه اللي كانوا طلبوني عليها مجموعه من المتابعات. فكيف ما قلت لكم فاش مشيت لديكاتلون مشيت على قبل لي سيرفيت. انا كيف ما كتشوفوا معايا كنقيس لولدي اللي جاتو صغيره، ديما كناخذ ليه كبر، دائما كناخذ ليه كبر. هنايا عجبوني هادو دايرين لهم 99 درهم بيان سور لو او مع هذا التريكو مع السروال. زوينه هذه كتجي مقيطنه كيف ما كتشوفوا معايا، كتجي بحال بولير. بغيتو هاد الثوب بغيتو الثوب الاخر، انا خديت وحده في هذا الشكل وحده في هذا الشكل. هذه بالسلسله كيف ما كتشوفوا معايا، فيها ها لو غري مع النوار، فيها كنظل الغري مفتوح، وفيها صافي. هادو هما بالنسبه للوليدات كيف ما كتشوفوا معايا. هادو هذه ب 49 درهم، الفوقاني ب 49 كيف ما كتشوفوا معايا، والتحتاني ب 49. هذه كتجي بحال هكا يعني كتجي بلا سلسله بلا والو حتى هي. خديت منها غير الفوقاني، هذه باش زوينه بحال دابا بغيتو غير تريكو الفوقاني كتاخذوه، ما بغيتوش تاخذوا السروال ما تاخذوش. الاخرين كتاخذوهم اونصومبل، كيجيو لاصقين هذا مع بعضياتهم. في جهه البنيتات حتى هما نفس الشيء ب 99 درهم. شوفوا معايا لي كولور اللي فيهم، فيهم تيركوا، فيهم الصومو مع لو غري، فيهم لو غري مفتوح مع كيف ما كتشوفوا معايا السروال مع الـ مع الـ مع الغري مغلوق، وفيهم لو غوز كيف ما كتشوفوا. الوينات ديالهم زوين بالنسبه للبنيتات، ونعاود نذكر كيمشي لو او مع السروال ب 99 درهم. كاينين تقريبا الاعمار اولا القياسات حتى ل 14 سنه. فوالا هذه هي اللي خديت الثانيه، خديت الاولى بحال داك البولو، وخديت هذه بهذا الثوب هذا اللي كيجي بحال بحال ملس شويه. هذه هي اللي خديت لولدي الكبير، انا جبت معايا غير الصغير ولكن قيست لي على قبل الكبير. هذه خديتها حيت ولدي ضعيف، الكبير شويه ضعيف، فكناخذ شي حاجه اللي فيها السيوره. هنا كنوريكم التيكوات اللي كاينين سخانين، هادو نيس ديال بولير، الشكل ديالهم انيق، 59 درهم كيف ما كتشوفوا معايا. كنحاول نشد لكم يعني لقطات باش تاخذوا فكره. هنا ثاني هادو دايرين 79 درهم، غزالين الشكيلات ديالهم انيقين. شوفوا معايا هاد لو غري هذا مع ديك السنيسله بالبيستاش، زوينين الشكيلات ديالهم. ونذكر الثمن ديالهم 59 درهم، يعني التأثمنة كتبقى مناسبة. هادو كيمشيو دابا في الوقيته ديال الشتوى، وهذا كتلبسوه مع لي جين ودير فوق منه اون فيست، زوينين كيسخنوا. كاين هادو ب 99 درهم، كنظن على حساب الجودة وعلى حساب الديزاين. وبالنسبة للبنيتات فكاينين هاد الشكيل هادو، الشكيلات هادو عفوا، اللي ب 59 درهم، يعني كنمشي لكم من الثمن الرخيص حتى اللي شوية طالع. هادو هما ديال 79 درهم، روعه هاد التيركوا هذا، شوفوا معايا شحال غزال. وكاين هذاك لو غري اللي حداه بسنيسله في الصومو، غزالين. كنظن بالنسبه للقياسات كنظن واش من 4 سنين، جو بونس من 4 سنين حتى 14 عام. شوفوا معايا هاد لو غوز هذا ولا هاد الفوشيا، 79 درهم البنات. هاد ثلاثه التشكيلات، والشكل الاول ب 59. هنا غنوريكم جاكيطات بالنسبه للوقيته ديال الشتوى، كاينين زوينين بزاف. الاثمنه كتبقى تقريبا من 159 درهم. شوفوا معايا هادي 199 درهم ديال البنيتات، غزاله امبيرميابل ديك اللي كترمي الشتا بالقبيب، 199 درهم. هنا كيف ما كتشوفوا معايا راه كتجي ملبوسه على هذا الشكل هذا. هنا في لو غري شكل اخر، هذا 239 جو بونس، هادي ديال الوليدات. هادي 219 في لو موف ديال البنيتات، من 7 سنين راه مكاتبين فيها، دي لاج دو 7 اون حتى ل 15 اون كيف ما كتشوفوا معايا، حتى ل 15 عام. كاين تاني هاد لو موديل 299 درهم، 299 درهم، غزال. هذا اللي زوين فيه، فيه دو فاس يعني كيتقلب وكيعطيك الجهه الثانيه. شوفوا معايا يعني جهه في داك البلو مغلوق، وجهه في هذا الزريق هذا، وفيه دي موتيف بالبيستاش. هو هذا يعني كتلبس على دو فاس، غزال بالكابوشون ديالو، 239 درهم. غزال هذا لو موديل هذا. كاين ثاني هذا لو موديل 179 درهم،
وبالنسبه لي انا لي زارتيكل اللي كناخذ من ديكاتلون جوده عاليه، يعني داكشي ديالهم زوين بزاف. 179 درهم هما هادو، كيجيو على هذا الشكل. هذا كاين ثاني هاد لو موديل الروعه 299 درهم، وفي لاكاليتي وفي لا رياليتي كتبان لاكاليتي تاعهم احسن. شوفوا معايا هذا اللوينات اللي فيه، كيجي فيه التوكوال بلون البلو ومنقط هكا بنقيطات بحال مرشوشين بالاورانج، وملي كتقلبوا الفاس الثاني فكيعطيك كل اورانج غزال بحال كتاخذي دو فيست اون، يعني جوج فيستات دو جوج ديال جاكيطات هكا فيستا وحده، والثمن 299 درهم غزيوله. كاينين هادو بالنسبه كنظن البنيتات 179 بحال الشكل اللي وريتكم في الوليدات، هذا ديال البنيتات، وحتى هذه اللي وريتكم كنظن هذه تمشي بنيتات ووليدات، اللي 299 درهم راه تمشي داك 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 الكولور ديالها، وحطيناهم في جهه البنات. انا بالنسبه لي لبسوها بنيتات ووليدات. شوفوا معايا هذيك مع هاد السبرديله، هادي غزاله بالسكراتش روعه. دابا نوريكم لي زيسبا اللي كاينين في ديكاتلون. هاد الموديل خرج كيحمق غزالين، انا كون ما كانش واخده لوليداتي ديجا عندنا بسبرديلات ما بغيتش نبقى نكثر، فناخذ لهم هاد الشكل. ولكن ان شاء الله من بعد ناخذ لهم 849 درهم. كيف ما كتشوفوا معايا كاين الاورانج والكري وكاين الزرق، يعني الزرق مغلوق مع الزرق مفتوح، غزالين بالسكراتش روعه. كاين هادو حتى هما 139 درهم كيف ما كتشوفوا، 139 درهم لاصا ليكم نتوما مع اللي كيبغوا يديروا الرياضه، اللي كتبغوا عندكم مثلا كتبغوا تلبسوهم مع لي سيرفيت غزالين 139 درهم. هاد لو سومو مع البيض، وكاين هاد لي زارتيكل هادو اللي كتشوفوا معايا لي زاسبا، نوريكم الشكيلات ديالهم بحال دابا هذا 199. شوفوا معايا البيض ديالو، هادو بالنسبه للسيدات. شوفوا معايا هاد البيض شحال غزال، 249 درهم. هذا كان عليه اقبال زوين، كنلقيت بزاف ديال البنات كياخذوا هاد الشكل هذا. شوفوا معايا هاد لاسبا هادي حتى هي 259، وكاين الثمن ولكن شي حاجه اللي زوين زعما بالنسبه للسبور، فشي حاجه اللي مزيانه. انا حيت بزاف بزاف ديال المتابعات كيقول لي الا مشيتي للديكاتلون صوري لينا، فكنتمنى اني كنت وفقت ووريتكم غير كالكو زارتيكل. شوفوا معايا هادي حمقاتني 299 درهم. شوفوا معايا الستيل ديالها شحال غزال، 299 درهم، وهادي في الصومون ديالها. هادي لو غري كتجي كلها غري مغلوق، وهادي غري مفتوح. هادي اللي حمقاتني هادي غزاله. كاين هادو دابا بالنسبه للوليدات، هادو 129 درهم، واخا بالنسبه لي ما بقاتش الوقت ديالهم لانهم مفتوحين شويه. كاين هادو 159 كيف ما كتشوفوا معايا، فيهم بحال تقيبات من الجناب، يعني كيجيو منفسين. هادو بالنسبه ليا هذا يعني الفصل الصيف اكثر. هنا هادو عاديين بالسكراتش، الثمن العادي ديالهم 119. كاين هاد الشكل 249 درهم. كاين هاد الشكل اللي كيجي بحال طالع شويه 299 درهم. هانتوما كاين هاد لو موديل 249 درهم حتى هو، انا كيعجبوني بعدا اللوينات كيديروا واحد يعني واحد الشكيله ديال اللوينات غزاله في ديكاتلون، وعندهم جميع الاثمنه يعني جميع لي بودجي ابتداء من 99 درهم، يعني بالنسبه لي زاسبا ولي سيرفيت حتى هي ابتداء من 100 درهم. ولا بغيتي كل قطعه بوحدها حتى هي هي باش زوين ديكاتلون، بغيتي تاخدي غير الفوق بوحدو بغيتي تاخدي غير التحت بوحدو. هنا كنوريكم هاد لو موديل حمقني بالنسبه للبنيتات، شوفوا معايا الصومون الكري جا غزال، الثمن ديالها 199 درهم. هاد الشكل هذا 199 درهم. كاين هاد لو موديل اللي كنت وريت لكم شحال هادي حتى هو باقي عندهم متوفر، كاين في الكري في اللون الازرق، والثمن ديالو 199 درهم. كاين فيه كان فيه نورمالمون حتى اللون الاسود ما بانش ليا دابا. كاين ثاني هاد لو موديل هذا 149 درهم، حتى هو موديل اللي هو زويون بزاف، فيه السيوره غير ديكوراتيف وفيه سكراتش. عاد كاين هادو اللي الثمن ديالهم كيف ما كتشوفوا معايا 99 درهم، كاين فيهم ديال البنيتات وديال الوليدات. هنا غادي خرجنا دابا من ديكاتلون، غنوريكم هنايا اتاكادا، وعجبوني فيها واحد الزريبيات كيف ما كتشوفوا معايا ديال ديزني. هادو دايرين لهم 109 دراهم البنات، شوفوا معايا
يعني فيهم دي موتيف يمشيو لي شومبر ديال الوليدات وفي دي موتيف يمشيو لي شومبر ديال البنيتات. انا مسكينه اختي معاوناني راه كتوريكم في الزرابي اللي كاينين فريمون دي ديزاين غزالين. مره اتاكادا وكيجيبوا شي حويجات بحال هادو زوينين، راه فيهم العبار، كاين العبار الصغير وكاين هذا العبار اللي كيجي كبير شويه، وكاين العبار اللي متوسط اللي شفنا الاول متوسط هذا الكبير، وغنوريكم حتى العبار الصغير. شوفوا معايا لي موتيف اللي فيه، هذا كنظن داير 169 جو بونس 169، راه كيجيو كبيرين يعني مثلا الا عندكم دو لي فوالا 169 درهم، فيها مترو 33 على مترو 90، مترو 33 على مترو 90، وفي دي موتيف زوينين، كاين فروزن، كاين لي موتيف ديال برانسيس، كاين دي موتيف ديال هكا الطبيعه ديال الحيوانات، ديال واحد لي ديسان زانيمي زوينين معقلتش عليهم، المهم زوينين، كاين ما يدار 169 درهم غزيولين هادو، كنعاود نذكر ديال ديزني، والتحت ديالهم ما كيجمعوش الغبره بحال فيهم بلاستيك من التحت، فاللي كانت بغات بحال هاد الزريبيات هادو بالنسبه لي الشومبر ديال الوليدات الصغار فتمشي الاتاكادا وشي حاجه زوينه بزاف. وعاد كاين هادو اللي كيجيو غير هكا طويولين، الثمن ديالهم كاين 109، كاين 79، وكاين 69 على حساب لابار، فوالا كاين 69 79 109 و 169، يعني من 69 درهم حتى ل 169 درهم على حساب العبارات ولي موتيف، جميع انواع لي موتيف ولي كولور كاينين متوفرين هنا. ايضا في اتاكادا واللي خاصه هذيك العربه ديك اللي كتجر ديال الخضره زوينين هنايا صغيورين بشكيلات يعني انيقين وما كيشدوش لي سباس، واخا اختي هي ما عجبوهاش قالت لك ديما تهش لك الخضره بزاف، كاين بالنسبه ليا جاتني مزيانه، الثمن ديالها ها كيف ما كتشوفوا كتبين عربه للتسوق 79 درهم، نقولوا 80 درهم، يعني زوينه في بلاصه ما تبقاي تهزي كديري فيها الخضره ديالك وتجريها، الثمن كيبقى مناسب. وهنا واحد الهميزه بغيت نوريها لكم في مينيسو، هذا مينيسو ديال مرجان عين السبع، هما هاد دوك اللصقات اللي كيحيدوا لي بوان نوار غزالين، هادو فيه في باك في 10 ب 25 درهم، باك فيه 10 ب 25 درهم، نورمالمون حنا خصنا ناخذ هذاك اللي فيه الباندا، ولكن داك الولد اللي كيبيع قال لي خذي هذه ديال اللي نورمالمون ديال الرجاله اللي فيها الوجه ديال الولد، قال لي مزيانه لانها كبيره من الجناب، قال لي خذوها البنات زوينه بزاف، فهي اللي خدينا فزوينه وجربناها غزاله بزاف. باك فيه 10 ديال الوحدات ديال دوك اللصقات اللي كيحيدوا الرؤوس السوداء من الانف بثمن ديال 25 درهم. وهنا حيدو ديك البلاصه ديال السيكان، ما عرفتش علاش بقى غير داكشي صغير، دوك السويكات صغيورين في مينيزو، يعني ماشي يعني ما لقيت شي حاجه كبيره نبارطاجيها معكم فيه. وهنا بغيت السيدات اولا المتابعات اللي كانوا كيسولوني دائما على واحد الغسول للوجه ديال البشره الحساسه، كنصحكم بهذا ديال هالوب ديال بودي شوب، فوالا ديال بودي شوب كيف ما كتشوفوا معايا ديال الويفيرا، سكانيو ديروا لي سكرين شوت زوين بزاف، انا اختي عندها البشره ماشي حساسه، شي حاجه اكثر من حساسه، واستعملته وقالت لقات فيه الراحه ديالها، كتغسلي بوجهها غسول ديال الوجه، وفي الليل كدير هذا الكريم كيف ما كتشوفوا معايا، كريم دو نوي ابيزونت حتى هي ديال 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 بودي شوب، قلت لها الثمن ديالهم بجوج، قالت لي غيكونوا شي 250 كنظن بجوج، المهم الاول بشي 100 وشي حاجه، وهاد لا كريم بشي 100 وشي حاجه، ما فيها لا ريحه لا والو، طبيه وخفيفه على الوجه وما كتاديش الوجه، غير بحال الموس، بحال اون موس كتغسلي بها وجهك، شي حاجه اللي زوينه بزاف البنات اللي طلبوني على شي حاجه اللي عندهم مشكل ديال البشره الحساسه. وهاد لا كريم راه فيه ديال لو جوغ وديال لا نوي، هي خدات فقط ديال لا نوي. فكنتمنى متابعي قناتي هاد الفيديو يكون عجبكم، نكونوا استفدتوا من لي زاستيوس ومن الهميزات اللي وريتكم في هاد اللي وريتكم فيه. انا غادي نقول لكم بسلامه ونتلقاكم ان شاء الله في فيديو جديد.